كنت قبل 3 سنوات أفطر في رمضان، والآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى، هل يلزمني قضاء تلك الأيام وكيفية قضاء وأخبروني عن كيفية قضائها، مع العلم أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها، جزاكم الله خيرا. نعم، من أفطر للرمضان إنه يجب عليه القضاء، سواء كان فطره لعذر شرعي أو كان لغير عذر، كان متعمدا، إنه يجب عليه التوبة. الذي أفطر لغير عذر شرعي يجب عليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الاستغفار، ويجب عليه مع ذلك القضاء، قضاء الأيام التي أفطرها، وعليه المبادرة بذلك تفريغا لذمته، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء إلى بعد رمضان آخر من غير عذر، يكون عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير من غير عذر. وأما أنه لا يذكر عدد الأيام التي أفطرها فعليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد ويقدرها ويحتاط ويصوم ما توصل إليه اجتهاده مع الاحتياط. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون شيخ فالح ببيان كيفية الإطعام؟ الإطعام يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف الصاع على الصحيح، وبالكيلو كيلو نصف تقريبا، يعني كيلو نصف عن كل يوم يدفعه لفقير، وله أن يجمع، له أن يجمع إطعام الأيام التي عليه جميعا ويدفعها لفقير واحد أو لعدة فقراء، وله أن يخرج الإطعام متفرقا أو مجتمعا ولفقير واحد أو لعدة فقراء، هذا سبيلنا. جزاكم الله خيرا. ماذا لو جمع عددا من الفقراء وأعطاهم وجبة؟ يجزي عند على الصحيح عند أهل العلم، يجزي إذا غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزي لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.